لقاء مصيريا أمام منتخبي صربيا الذي بدوره يبحث فقط عن الفوز بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا في الجولة الماضية. لكن كل حديث حول نيمار، حول هذا النجم، حول ما قدمه ويقدمه بعد العودة من الإصابة في المونديال، أزيد عن ذلك في هذا التقرير. نيمار النجم في باريس حاليا، والنجم في برشلونة سابقا، وقبل كل ذلك نجم البرازيل. منذ غيابه عن الهزيمة القاسية في 2014 ظل نجم السامبا يحمل في داخله أعباء وضغوط القائد المسؤول عن هزيمة وحتى عن فوز لمنتخب السامبا. ختام لقاء كوستاريكا الصعب، ختام امتزج بدموع غير مفهومة لنجم البرازيل، جاءت بعد إصابة وغياب ربما دام شهورا ثلاث، غياب زاد من حمل البرازيليين على أكتاف نجم لم يتعود مثل هذه الأحمال. فأعباء وطموحات جماهير الأندية تختلف كليا عن طموحات جماهير وطن بأكمله. عناوين كثيرة لم تبرر هذا البكاء، خاصة وأنه جاء مبكرا في ثاني جولات المجموعة. عناوين قالت أنه مهما تكن هذه الدموع صادقة أم لا، فهي ليست في وقتها المناسب للقائد. نيمار في ساعات قليلة قبل لقاء صربيا ظهر في شكل مختلف قد يمحو صفحة دموع غريبة من تاريخه مع السامبا إلى دموع يتمنى الجميع نزولها، شرط أن تكون دموع الفوز في النهائي لا غير ذلك. رغم تسجيله لهدف حاسم تلقى هذا النجم انتقادات كثيرة، خاصة من كابيلو الذي وجه له الكثير من انتقادات عن طريقة لعبه، عن الاستعراض، عن المهارات، عن أمور كثيرة. لكن في الإكيب جاء رد من تيتي أو تشيتشي على انتقادات كابيلو بأنها غير منصفة، غير محقة، ودافع كثيرا عن نيمار. سأبدا معك يوسف، ظروفك قريبة من نيمار على مستوى أنك لاعب مهاري ينتظر منك أن تأتي بالحل. كيف يمكن لاعب أن يتوازن بين ما يمتلكه من مهارة، حاجة فريق للمهارة لإعطاء الحل في بعض الأحيان، وأيضا الانتقادات التي توجه لبعض اللاعبين المهاريين بأنهم أحيانا استعراضيين، يبالغون في المهارة، في المراوغة، كما يقال الآن عن نيمار في المباراة الأولى خاصة ثم الثانية. يعني كي تكون لاعب مهاري وما تكونش حاضر في جسمك وتكون مصاب وترجع، المهارة بروحها ما تكفيش، الجسم لا يستجيب للعقل، العقل يقول لك تحب تعمل هكذا باش الجسم ما يقدرش. لازم مش هدول بهذا نيمار مش جاهز 100%. يعني اكيد نيمار عنده 3 اشهر ما تدربش وما تمرنش وما سوى ولا شيء، لعب مباراة ولا اثنين ظهر لي ودية ودخل كأس العالم، هذاك علاش قاعدين نشوف فيه سجل الهدف ولا يبكي. يعني خاطر اظن اللي تعدى بظروف قاسيه جدا، سوى معنا عمليه وبعد على الميدان وبعد على الاضواء، مش جاهز بدنيا، المفروض يلعب السهل ويخفف من المراوغه. اكيد بس لاعب مهاري ما يقدرش يلعب السهل، لازمش يجي لاعب يعني جسمه البدنيه قويه وتقول له العب السهل. يعني هو لازم يندفع وكل شيء، بس نيمار لاعب مهاري يقدر يلعب السهل باش ما يقدرش يدخل على الميدان يغير ويرجع لاصله كما يقولوا. فهمت؟ ضحية ولا مظلوم ولا ظالم ولا نيمار؟ العفو، تفضل. يعني نيمار مثير للجدل، وهذه مشكلته الأساسية. نعم هو لاعب من طراز آخر، لاعب يمتلك مهارات يعني كبيرة لا يمتلكها الكثير من اللاعبين، لكن بالمقابل هو لاعب استفزازي، وأيضا يعني في كثير من الأحيان يتخلى عن الروح الرياضية سواء في التنافس أو حتى في تعامله مع اللاعبين الفرق الأخرى ولاعبين المنتخب البرازيلي. لعله يعني شكوى رابع مرة يمكن تقول عن استفزاز، في شيء شخصي لي مرتين لا فعلا لو يحب ميسي خط لا ونيمار يعني نيمار وميسي أصدقاء بالمناسبة. بالعكس يعني اللي أصلا اللي ما يحب مهارات نيمار يعني. لكن ما تعتقدون أن البرازيل مهددة بالخروج؟ طبعا مهدد بالخروج، وكان الوضعية اليوم تجم تكون سليمة
معناها تصور دقيقة 90 ضد كوستاريكا ونتيجة 0-0 معناها كانت نجم تكون أسوأ. إلى بكرة أمام منتخب ما عنده إلا الفوز، منتخب صربيا منتخب قوي يمتلك نجوم بالطبع، ولكن البرازيل اعتبروا أنه بداية كأس العالم تاعه كان في دقيقة 91 ضد كوستاريكا، لأنه ستمر بسهولة. نيمار كان كله قيود المقابلة الأولى. البرازيل ستمر بسهولة رأيك؟ ستمر بسهولة تمام؟ ستمر، أنا أتمنى مرور منتخب البرازيل لأن الوضع الطبيعي. من تتمنى تتوقع؟ أنا ستمر لأن الوضع الطبيعي منتخب البرازيل هو أن يكون لديه 6 نقاط. البرازيل ظلمت في مباراة سويسرا، مباراة سويسرا ظلم كبير أيضا كان على المنتخب والمنتخب البرازيلي في الكبار صحيح لسويسرا وعدم حسابات الجزاء البرازيل طبيعي الحال، لأن لو فاز المباراة كان 3 نقاط، 3 نقاط أخرى أمام كوستاريكا كان يكون متأهل بشكل سهل، ولكن أيضا تظل مباراة ملغومة، وإن كان هناك فرق كبير مثلا بين أداء منتخب البرازيلي وأداء منتخب الفرنسي. البرازيل صحيح تعذبت أمام كوستاريكا ولكنه فريق ظل يحاول على مدار 90 دقيقة. تحط لك أنت خط رجعة، قلت ستمر بسهولة بعدين قلت مباراة ملغومة. عطني من الأخير. لا ستمر يوسف. ستمر تمر بصعوبة. بصعوبة بسهولة أنا شخصيا أتوقع أن البرازيل راح تعاني أمام صربيا، وأنا أتوقع أن المباراة ستنتهي على الأقل بفارق. ستمر أو لا تمر؟ طيب على الأقل بفارق. أنا أقول راح تعاني. لا ستمر. احتمال تطلع. تطلع فيه تطلع برا المونديال. سجل انا الطفل.